في كأس العالم وفي كوبا أمريكا. نتابع البداية، غونزالو إيغواين نجم الميرينجي الملكي يفتتح باب التسجيل في الدقيقة الثامنة لمصلحة الألبي ثلاثي، ثم سيتمكن نجم البلاو جرانا ليونيل ميسي من إضافة ثاني الأهداف في هذا الشوط. حضور مميز طبعا لكل من غونزالو إيغواين وميسي في هذه المباراة، حضور الريال والبارسا على مستوى التسجيل في الشوط. أوتامندي للروخو، روخو ضاعت من هناك على الجهة اليسرى من عندهم خلدي ماريا مهاجم الريال. دي ماريا هرب من المراقبة، يبحث عن إيغواين، رجعت له إيغواين الآن، ثنائية ممتازة صعبة لصالح منتخب الأرجنتيني. أوه الدفاع يدخل ثم دي ماريا، يا إيغواين الهدف الثالث من إيغواين، الفعالية أرجنتينية رغم أن المنتخب الشيلي يبدو بأنه لم ولن يستسلم، يا لها من فعالية. خمس فرص سجل منها ثلاثة منتخب الأرجنتين، إيغواين هو الهدف من دون منازع. نعم غونزالو إيغواين يسجل هدفه الخامس عشر مع منتخب الأرجنتين، في هدفه التاسع عفوا مع منتخب الأرجنتين في 14 مباراة. تسعة أهداف لإيغواين، هل كان متسللا أم لا في هذه الكرة؟ التوزيعة وفي المكان المناسب، إيغواين لم يكن متسللا. يا لها من كرة ويا لها من توزيعة. للعودة إلى الخلف لبورديسو، بورديسو الاعتماد على الكرات الطويلة هيلة لإيغواين. أوه حتى بورديسو يفنن في التمريرات، هاي صف الوسط يرسلها من هناك على الجهة اليمنى، كرة سريعة وصعبة لصالح فارغوس والدفاع يتدخل ثم تبقى الخطورة. أوه الهدف، أوه فيرمونديز يسجل الهدف الأول للشيلي. تعرفون لماذا المنتخب الأرجنتيني لم يتوقف عن الضغط وعن المزيد من البحث عن الأهداف؟ لأنه عارف بأن المنتخب الشيلي قادر يرجع في أي لحظة من لحظات المباراة. فيرمونديز يعيد الأمل للشيليين ويسجل هدفه الحادي عشر مع منتخب الشيلي في المباراة رقم 44. هنا ما نعرف إذا كان في خطأ من سوازو، هنا شوف الإعادة مرة أخرى، سوازو دخل وسط دخل وسط المدافعين والحارس وبينهم وأحدث الارتباك، وبعده جاء الهدف من المهاجم فيرمونديز. استمتعنا لحد الآن بعد ساعة من اللعب. أربعة سوازو هنا من أمام ثلاث لاعبين أرجنتينيين، شوف هنا، شوف سوازو، شوف مر من أمامهم. حكم كان بإمكانه يصفر خطأ هنا، ولكن ماتياس فيرمونديز في المكان المناسب يسجل الهدف الأول لصالح الشيلي. ميسي لمسها بيده، الحكم لم يقل شيئا. إيغواين وليونيل ميسي، أوه إيغواين ينقذ الأرجنتين من ردة فعل الشيلي ويسجل الهدف الرابع ويسجل الثلاثية. إيغواين أنت في أحسن أحوالك مع الريال ومع الأرجنتين في بداية هذا الموسم، وتريد أن تطهر من موسم ماضي كان واحد من أسوأ المواسم يعني بالنسبة لي بعد الإصابة التي تعرض لها. هل لمس إيغواين الكرة بيده عندما استرجعها أم لا؟ سنشاهد بالتصوير البطيء الثنائي إيغواين وليونيل ميسي من ذهب الأرجنتين. شوف الكرة هنا طويلة ضربت في إيغواين، هل في يده أم أين؟ ربما في كتف ليونيل ميسي وليس في يده. ليونيل ميسي وإيغواين الثنائية، والهدف الرابع للأرجنتين جاء في وقت هذا الهدف، جاء في وقت هذا الهدف في وقت كان المنتخب الشيلي سيعود في المباراة. يا له من إيغواين.